بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية، هل الصوت واضح؟ آمل كتابة كلمة واضح إذا كان الصوت واضح. هل الشرائح ظاهرة على الشاشة؟ إذا سوف أقوم الآن بإغلاق المحادثة، وسوف أتيح المجال للأسئلة في نهاية اللقاء الحي إن شاء الله تعالى. سوف نكمل في هذا اللقاء خصائص منحنيات السواد، ثم ننتقل بعد ذلك إلى نظرية الإنتاج. ذكرنا وصلنا في اللقاء الحي السابق إلى الخاصية الثالثة من خصائص منحنيات السواء، وهي أن منحنيات السواء ميلها ثالث، أي أنها تنحدر من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين. وذكرنا أن هذه الخاصية تعني أن زيادة الاستهلاك من سلعة معينة يتطلب نقص الاستهلاك من السلعة الأخرى حتى نبقى على نفس المستوى من المنفعة أو الإشباع، يعني حتى يبقى مستوى المنفعة ثابت على نفس المنحنى. وذكرنا أيضا أن القيمة المطلقة لميل منحنى السواء تسمى معدل الإحلال الحدي للسلعة X محل السلعة Y، ويرمز لها بالرمز MRSXY. وذكرنا أن تعريف معدل الإحلال الحدي هو مقدار عدد الوحدات التي يجب التنازل عنها من السلعة Y مقابل الحصول على وحدة واحدة من السلعة X للحصول على نفس المستوى من المنفعة أو الإشباع، وأن معدل الإحلال الحدي هو عبارة عن القيمة المطلقة لميل منحنى السواء، ويحسب عن طريق القانون المذكور في أسفل الشريحة، وهو MRSXY يساوي ثالث دلتا Y على دلتا X. توقفنا عند هذه الشريحة في اللقاء السابق، وهي كيفية حساب معدل الإحلال الحدي من الشكل المجاور الموجود على يسار الشريحة. فعلى سبيل المثال، عند الانتقال من النقطة A إلى النقطة B، المطلوب حساب معدل الإحلال الحدي. النقطة A هي النقطة الأولى، وبالتالي إحداثياتها هي Y1 11 و X1 1. النقطة B هي النقطة الثانية، وإحداثياته على الشكل Y2 8 و X2 2. إذن نطبق القانون اللي ذكرناه في الشريحة السابقة، MRSXY تساوي ثالث دلتا Y على دلتا X، يعني Y2 ناقص Y1 على X2 ناقص X1. Y2 8 ناقص Y1 11 تقسيم X2 2 ناقص X1 1، بطلع عندنا 8 ناقص 11 سالب 3، و2 ناقص 1 1 نضربها في سالب حتى تصبح موجب، يعني سالب في سالب، سالب ضرب سالب حتى يطلع عندنا الناتج موجب. إذا عند الانتقال من النقطة A إلى النقطة B، فإن معدل الإحلال الحدي يساوي 3. كيف حسبنا مرة أخرى؟ النقطة A هي النقطة الأولى، وبالتالي إحداثياتها Y1 11 و X1 1. النقطة B هي النقطة الثانية، وبالتالي إحداثياته هي Y2 8 و X2 2. نطبق القانون، Y2 اللي هي 8 ناقص Y1 اللي هي 11
تقسيم x2 2 ناقص x1 1 بطلع عنا الجواب سالب 3. نضربه في سالب حتى يصبح سالب في سالب، سالب ضرب سالب حتى يصبح الناتج موجب، أو نأخذ القيمة المطلقة. يعني إذا حسبنا الناتج وطلع سالب نأخذ القيمة المطلقة حتى يصبح الناتج موجب. طيب الآن عند الانتقال من النقطة B إلى النقطة C، إذا انتقلنا من النقطة B إلى النقطة C، إذا النقطة B تصبح النقطة الأولى والنقطة C هي النقطة الثانية. إذا النقطة B النقطة الأولى إحداثياتها y1 8 و x1 2، والنقطة C هي النقطة الثانية وبالتالي إحداثياتها y2 6 و x2 3. نطبق القانون y2 ناقص y1 يعني 6 ناقص 8، 6 ناقص 8 تقسيم x2 ناقص x1 3 ناقص 2، ونضربها في سالب حتى يصبح الناتج موجب. يعني سالب 2 تقسيم 1 نضربها في سالب حتى يصبح عندنا الناتج موجب 2. إذا ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أننا كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل يتناقص معدل الإحلال الحدي MRS XY. على سبيل المثال عندما انتقلنا من A إلى B كان معدل الإحلال الحدي 3، وعندما انتقلنا من B إلى C أصبح معدل الإحلال الحدي 2. إذا كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل فإن معدل الإحلال الحدي MRS XY يتناقص. ننتقل الآن إلى الخاصية الرابعة، وهي أن منحنيات السواء محدبة اتجاه نقطة الأصل أو مقعرة إلى أعلى. يعني إذا نظرنا إلى منحنى السواء من نقطة الأصل يظهر شكله محدب، وإذا نظرنا إلى منحنى السواء من الأعلى يظهر شكله مقعر، أي أن منحنيات السواء محدبة اتجاه نقطة الأصل أو مقعرة إلى الأعلى. وهذه الخاصية تعني أن الأهمية النسبية للسلعة تقل مع وفرتها أو متى زيادة وتوفرها لدى المستهلك، بينما الأهمية النسبية للسلعة تزيد مع ندرتها. إذا الأهمية النسبية للسلعة تزيد مع ندرتها وتقل مع وفرتها. وأيضا تحدث منحنيات سواء اتجاه نقطة الأصل تدل على أن معدل الإحلال الحدي كما ذكرنا في السابق كلما اتجهنا من أعلى إلى أسفل يتناقص، أي عندما تزداد الكمية المستهلكة من السلعة فإن معدل الإحلال الحدي يتناقص. إذن خاصية تحدب منحنيات السواء اتجاه نقطة الأصل تعني تناقص معدل الإحلال الحدي للسلعة X محل السلعة Y كلما تزايد الاستهلاك من السلعة X وتناقص من السلعة Y. ننتقل الآن إلى العلاقة بين المنافع الحدية ومعدل الإحلال الحدي. إحنا ذكرنا عند الانتقال من نقطة إلى نقطة أخرى على نفس منحنى السواء يكون مستوى المنفعة ثابت، أي أن المنفعة على نفس منحنى السواء تكون ثابتة. فإذا انتقلنا من نقطة إلى نقطة أخرى على نفس منحنى السواء فإن مستوى المنفعة أو الإشباع يكون ثابت، وبالتالي فإن المنفعة المضحى بها من Y نتيجة تخفيض استهلاك السلعة Y تساوي المنفعة المكتسبة نتيجة زيادة استهلاك السلعة X. إذا المنفعة المضحى بها من Y نتيجة تخفيض استهلاك السلعة Y يساوي المنفعة المكتسبة من X نتيجة تخفيض
أو نتيجة زيادة استهلاك السلعة X. إذا بدنا نعبر عن هذا الكلام بالقوانين نكتبه بالشكل التالي: MRS X Y تساوي سالب دلتا Y على دلتا X ويساوي MU X على MU Y. هذا شرط التوازن باستخدام منحنيات السواء. ننتقل الآن إلى خط الدخل أو قيد الميزانية. ما هو تعريف خط الدخل أو قيد الميزانية؟ هو عبارة عن ذلك الخط الذي تمثل كل نقطة موجودة عليه توليفة معينة من السلعتين X و Y والتي يمكن شراؤها بالثمن السائد في السوق وفي حدود دخل ثابت أو ميزانية ثابتة. هذا هو تعريف خط الدخل أو قيد الميزانية. طب مثال، نأخذ مثال على خط الدخل أو قيد الميزانية. المطلوب أرسم خط الدخل أو قيد الميزانية إذا كان دخل المستهلك يساوي 1000 ريال وكان ينفق جميع دخله على السلعتين X و Y، وكان ثمن السلعة X 20 ريال، يعني B X تساوي 20 ريال، وثمن السلعة Y 40 ريال، يعني B Y يساوي 40 ريال. نأتي إلى الحل. معادلة خط الدخل أو قيد الميزانية ذكرناها في اللقاء السابق هي I تساوي B X ضرب X زائد بي واي ضرب واي. هذه هي معادلة خط الدخل أو قيد الميزانية. كيف نرسم منحنى أو كيف نرسم خط الدخل أو قيد الميزانية؟ مرة نفترض بكامل الدخل شراء السلعة X، وبالتالي فإن الكمية المشترى من واي تكون صفر. يعني نفترض أنه بكامل دخل المستهلك سوف يشتري به السلعة X، معناه الكمية المشترى من السلعة Y صفر. إذا كمان مرة، إذا افترضنا أن المستهلك سوف يشتري بكامل دخله السلعة Y، معناه الكمية المشترى من السلعة X سوف تكون صفر. يعني إذا افترضنا أن دخل المستهلك 1000 ريال، إذا اشترى بالألف ريال السلعة X معناه الكمية المشترى من السلعة Y صفر. وبالتالي لإيجاد X نعوض في القانون اللي مذكور أسفل الشريحة. I تقسيم BX، الدخل هو 1000 معطى بالسؤال 1000، وBX معطى بالسؤال 20، معناه كمية X 50. يعني إذا افترضنا أننا راح نشتري بالألف ريال السلعة X راح نشتري 50 وحدة من السلعة X عن طريق تطبيق القانون المذكور في الشريحة أسفل الشريحة. X تساوي I اللي هو الدخل تقسيم ثمن السلعة X. الدخل معطى بالسؤال 1000 وبي X معطى بالسؤال 20. 1000 تقسيم 20، إذن الكمية المشترى X من X 50 في حالة كانت Y صفر. المرة الثانية، الحالة الثانية، نفترض أن المستهلك سوف يشتري بكامل دخله السلعة Y، معناه الكمية المشترى من السلعة X سوف تكون صفر. إذا افترضنا أن المستهلك سوف يشتري بكامل دخله اللي هو 1000 ريال، سوف يشتري بالألف ريال السلعة Y، معناه الكمية المشترى من السلعة X صفر. لماذا؟ لأنه سوف يشتري بكامل دخله السلعة Y. إذا حتى نوجد الكمية المشترى من Y نطبق هذا القانون الموجود على الشريحة. Y تساوي I على BY. الI معطى بالسؤال 1000 والبي واي 40، إذا 1000 تقسيم 40 يساوي 25. إذا نعود مرة ثانية، عندما تكون الكمية واي صفر
فإن x 50. عندما تكون كمية y 0 فإن x 50، وعندما تكون كمية x 0 فإن y 25. إذن x تساوي 50 عندما تكون y تساوي 0، وy تساوي 25 عندما تكون x تساوي 0. إذا نوصل ما بين النقطتين، عندما تكون y 0 فإن x 50 وعندما تكون x 0 فإن y تساوي 25. إذا y زي ما أوجدناها في المسألة 25، y 25 وx 50. نوصل ما بين النقطتين فنحصل على ما يسمى بخط الدخل أو قيد الميزانية. كمان مرة، احنا اوجدنا x 50، اوجدنا x 50 عندما y 0، واوجدنا y 25 عندما x 0. اذا نضع على الشكل البياني x 50 وy 25، نوصل ما بين النقطتين فنحصل على خط الدخل او قيد الميزانية. نلاحظ ان خط الدخل هو خط مستقيم، دائما خط الدخل او قيد الميزانية يكون خط مستقيم، وبالتالي يكون ميله ثابت. لماذا ميله ثابت؟ لانه خط مستقيم. وايضا ميله سالب. لماذا ميله سالب؟ لانه ينحدر من اعلى الى اسفل ومن اليسار الى اليمين. اذا خط الدخل او قيد الميزانية سالب لانه ينحدر من اعلى الى اسفل ومن اليسار الى اليمين. ايضا ميل خط الدخل او قيد الميزانية ثابت. لماذا ميله ثابت؟ لانه عند اي نقطة عليه يكون ميله ثابت، لان شكله خط مستقيم. اذا كمان مرة، ميل خط الدخل او قيد الميزانية ثابت عند اي نقطة. لماذا؟ لان شكله خط مستقيم. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن خط الدخل أو قيد الميزانية ميله ثابت لأنه خط مستقيم، وأيضا ميله سالب لأنه ينحدر من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين. ننتقل الآن إلى الفرق ما بين منحنى السواء وخط الدخل أو قيد الميزانية. ما هو الفرق بين منحنى السواء وخط الدخل؟ منحنى السواء يربط بين توليفات مختلفة من السلعتين X و Y، والتي تعطي نفس المستوى من المنفعة والإشباع، بينما خط الدخل أو قيد الميزانية يربط بين توليفات مختلفة من السلعتين X و Y، والتي يستطيع المستهلك الحصول عليها أو شراؤها عند دخل معين وعند الأسعار السائدة في السوق. إذا بننظر إلى الشكل الموجود في أسفل الشريحة، الخط المستقيم الذي يبدأ من 12 عند Y وينتهي عند 6 على المحور الأفقي، هذا نسميه خط الدخل أو قيد الميزانية. بينما المنحنيات المحدبة هذه اتجاه نقطة الأصل أو المقعرة لأعلى نسميها منحنيات السواء. يعني هذا المنحنى U1 و U2 و U3 و U4 هذه نسميها منحنيات سواء. بينما الخط المستقيم الذي يبدأ من عند 12 على المحور العمودي وينتهي عند النقطة 6 على المحور الأفقي، هذا نسميه خط الدخل. إذا 12 الخط الذي يصل ما بين 12 على المحور العمودي و6 على المحور الأفقي، هذا نسميه خط الدخل، وهو خط مستقيم. بينما المنحنيات الأربعة U1 U2 U3 U4 تسمى منحنيات سواء. طب ما أين توازن المستهلك باستخدام فكرة منحنيات السواء؟ توازن المستهلك
الذي يحقق لنا أقصى منفعة أو إشباع في حدود الدخل المتاح لدى المستهلك وفي حدود الأسعار المعطاة في السوق، يتحقق توازن المستهلك عند النقطة التي يمس أو يلامس فيها خط الدخل أو قيد الميزانية أعلى منحنى سواء ممكن. إذن أين التوازن عند هذا في هذا الشكل البياني؟ التوازن هو عند النقطة إيه. لماذا؟ لأنه يتلامس أو يلامس عندها خط الدخل أعلى منحنى سواء ممكن. لماذا عند النقطة M والنقطة A ليس توازن، مع أن هناك تلامس ما بين خط الدخل وقيد الميزانية؟ أيضا عند النقطة S هنا يتلامس خط الدخل مع قيد الميزانية، لماذا لا يعتبر توازن؟ إذا النقطة M هذه والنقطة A والنقطة F هذه لا تعتبر نقاط توازن، رغم أن خط الدخل يلامس منحنى السواء. لماذا؟ لأننا يجب أن نختار أعلى تلامس ما بين خط الدخل ومنحنى السواء. إذن النقطة E هي نقطة التوازن. لماذا؟ لأنها تقع على منحنى سواء أعلى على U3، بينما النقطة M هذه لا تعتبر نقطة توازن لأنها تقع على منحنى سواء أقل، والنقطة A والنقطة F لا تعتبر نقاط توازن لأنها تقع على منحنى سواء أدنى. إذا متى يكون التوازن؟ عندما يتلامس أو يلامس خط الدخل أعلى منحنى سواء ممكن عند النقطة E، لأنه هنا يلامس عند U3. النقطة M يتقاطع أو يتلامس عند U1، والنقطة A والنقطة B يتلامس، والنقطة A والنقطة F يتلامس عند U2، ونحن دائما نقول عند أعلى تلامس. إذا متى نختار؟ نختار النقطة E. لماذا نختار النقطة E؟ لأنها أعلى تلامس ما بين خط الدخل ومنحنى السواء اللي هو U3. الآن هل هذا واضح؟ أتيح المجال الآن للمحادثة. هل واضح كيف نختار نقطة التوازن؟ لماذا اخترنا النقطة E نقطة التوازن؟ هل هو واضح؟ لماذا؟ لأنها أعلى تلامس، نأخذ أعلى تلامس ما بين خط الدخل وقيد الميزانية. لاحظوا عند النقطة M، النقطة M وين موجودة؟ النقطة M على U1، والنقطة A موجودة على U2، بينما النقطة E موجودة على U3. معناه نختار النقطة E. لماذا؟ لأنها أعلى تلامس، زي ما مكتوب عندنا في أعلى الشريحة، يتحقق عند النقطة التي يمس أو يلامس فيها خط الدخل. يمس أو يلامس مين؟ أعلى منحنى سواء ممكن. واضح الآن؟ إذن لماذا اخترنا النقطة E؟ لأنها أعلى تلامس ما بين خط الدخل ومنحنى السواء، يعني عندما يلامس خط الدخل أعلى منحنى سواء. النقطة M ليست أعلى منحنى، والنقطة A ليست أعلى منحنى، والنقطة F ليست أعلى. النقطة E هي أعلى تلامس ما بين خط الدخل وقيد خط الدخل ومنحنى السواء. واضح الآن الطالب عبيدة؟ واضح الآن؟ إذا واضح أرجو ذكر كلمة واضح. إذا نقطة التوازن هي أعلى، نختار أعلى تلامس ما بين خط الدخل ومنحنى السواء. هيا مذكورة هنا موضوع تحتها خط أعلى. إذا متى يكون التوازن؟ عندما يلامس خط الدخل ماذا؟ أعلى منحنى سواء ممكن. طب لماذا لم نختار النقطة N هنا؟ لأنه لا يوجد تلامس. لماذا لم نختار النقطة N؟ مع أنها أعلى، لأنه لا يوجد هنا تقاطع أو تلامس ما بين خط الدخل ومنحنى السواء.
ننتقل الآن إلى اشتقاق منحنى الطلب من منحنيات السواء وخطوط الدخل باستخدام أسلوب المنفعة الترتيبي. احنا قلنا دائما التوازن عندما يتلامس او يلامس خط الدخل منحنى السواء، اعلى منحنى سواء اذا ننظر الان، ارجو التركيز هنا لانه بدها شوية تركيز. هنا عندنا ثلاث خطوط دخل، عندنا في ثلاث خطوط دخل، هذا هو الخط الاول اللي بيبدأ من هنا وينتهي عند الكمية 6، هذا خط دخل، وخط دخل ثاني اللي بنتهي عند النقطة 8، وخط الدخل الثالث عند النقطة 10. إذا عندنا ثلاث خطوط دخل. لماذا عندنا ثلاث خطوط دخل؟ لأنه عندما يرتفع سعر السلعة تقل الكمية فينتقل خط الدخل إلى اليسار. إذا عندما يرتفع سعر السلعة X تقل الكمية، حسب قانون الطلب اللي اخذناه في السابق، اذا بارتفع سعر السلعة تقل الكمية المطلوبة حسب قانون الطلب. فنلاحظ عندما يرتفع سعر بي اكس تقل الكمية المطلوبة فينتقل خط الدخل الى اليسار الى الكمية 6، بينما عندما ينخفض سعر السلعة اكس تزيد الكمية فينتقل خط الدخل إلى اليمين إلى الكمية 10. إذا ماذا نستنتج؟ أنه عندما يرتفع سعر السلعة ينتقل خط الدخل إلى اليسار، وعندما ينخفض سعر السلعة X ينتقل خط الدخل إلى اليمين. كمان مرة، عندما يرتفع سعر السلعة X BX ينتقل خط الدخل إلى اليسار إلى النقطة 6 إلى الكمية 6، بينما عندما ينخفض سعر السلعة X BX ينتقل منحنى أو خط الدخل إلى اليمين إلى الكمية 10. طيب عندما ينتقل، إذا معناه خط الدخل ينتقل إلى اليسار في حالة ارتفاع سعر السلعة X BX، وخط الدخل ينتقل إلى اليمين في حالة انخفاض سعر السلعة X. طب لما ينتقل خط الدخل إلى اليمين وإلى اليسار ينتج نقاط توازن جديدة. عندما ينتقل خط الدخل إلى اليسار يصبح عندنا نقطة توازن جديدة، وعندما ينتقل خط الدخل إلى اليمين يصبح عندنا نقطة توازن جديدة. إذن هذه نقطة توازن الأولى، وهذه نقطة التوازن الثانية، وهذه نقطة التوازن الثالثة. إذا نقاط التوازن نتجت عن ماذا؟ نقاط التوازن نتجت عن تغير سعر السلعة X. فإذا ارتفع سعر السلعة X ينتقل منحنى أو ينتقل خط الدخل إلى اليسار فينتج نقطة توازن جديدة، وإذا انخفض سعر السلعة X ينتقل خط الدخل إلى اليمين فينتج نقطة توازن جديدة. إذا بننزل نقاط التوازن إلى الأسفل، يعني إذا بننزل هذه نقطة التوازن الأولى، إذا بننزلها عند السعر اللي هو 400 اللي هو أعلى سعر عندما ارتفع السعر، وإذا بننزل نقطة التوازن الثانية إلى السعر 300، وإذا بننزل نقطة التوازن الثالثة عند سعرها 200، نوصل ما بين نقاط التوازن فنحصل على منحنى الطلب كما هو مبين في الشكل باء. الآن هل الشرح واضح؟ ما شرحته هل هو واضح؟ أرجو الإجابة. الرسم البياني اللي شرحته هل هو واضح؟ كمان مرة نعيد، كمان مرة بس أرجو التركيز. إذا بارتفع سعر بي اكس ينتقل خط الدخل إلى اليسار فينتج نقطة توازن جديدة، وإذا بنخفض سعر بي اكس يذهب خط الدخل إلى اليمين فينتج عندنا نقطة توازن
جديدة. إذن هذه نقطة التوازن الأولى، عندما ارتفع السعر ننزلها عند سعرها، سعرها نفترض أنه 400. ونقطة التوازن الثانية ننزلها عند سعرها اللي هو 300. ونقطة التوازن الثالثة ننزلها عند سعرها اللي هو 240. نوصل ما بين نقاط التوازن فنحصل على منحنى الطلب. إذا نقطة التوازن الأولى سعرها 400، هذه نقطة التوازن الأولى سعرها 400، ننزلها عند السعر 400. نقطة التوازن الثانية عند السعر ننزلها عند السعر 300. ونقطة التوازن الثالثة ننزلها عند السعر 240. فنوصل ما بين نقاط التوازن الثلاث فنحصل على منحنى الطلب. الآن واضح؟ يعني كل نقطة توازن، كل نقطة توازن ننزلها عن سعرها، كل نقطة توازن ننزلها عن سعرها. كم سعر عندنا؟ عندنا ثلاث أسعار، 240 و300 و400. عندنا ثلاث أسعار 240 و300 و400. هذه نقطة التوازن عندما كان ارتفع السعر، يعني عند السعر 400. ونقطة التوازن الثانية عندما كان السعر 300. نقطة التوازن الثالثة عندما انخفض السعر إلى 240. نوصل بين نقاط التوازن الثلاث فنحصل على منحنى الطلب. ننتقل الآن إلى ما يسمى بمنحنى الاستهلاك السعري ويرمز له بالرمز BCC. ما هو اختصاره؟ هو اختصار ل Price Consumption Curve. BCC هو اختصار ل Price Consumption Curve. ما هو تعريف منحنى الاستهلاك السعري؟ احنا ذكرنا اذا خط الدخل، اذا ارتفع سعر BX خط الدخل يذهب الى اليسار فينتج عندنا نقطة توازن جديدة، واذا انخفض السعر خط الدخل يذهب الى اليمين فيصبح عندنا نقطة توازن جديدة. إذا بنوصل بين نقاط التوازن نحصل على ما يسمى بمنحنى الاستهلاك السعري BCC. إذا منحنى الاستهلاك السعري هو نتيجة تغير من السعر، من اسمه منحنى الاستهلاك السعري هو نتيجة تغير السعر. إذا ما هو تعريف منحنى الاستهلاك السعري؟ هو عبارة عن المنحنى الذي يربط بين التوليفات التوازنية المختلفة من السلعتين X و Y، والتي يختار المستهلك عندما يتغير من سعر إحدى السلعتين مع بقاء الدخل ثابتا. إذا منحنى الاستهلاك السعري هو ناتج عن تغير سعر إحدى السلعتين مع بقاء الدخل ثابت، بينما منحنى الاستهلاك الداخلي ويرمز له بالرمز ICC هو ناتج عن تغير الدخل، ولذلك يسمى Income Consumption Curve. ICC Income Consumption Curve. إذن هو منحنى ناتج عن تغير الدخل وليس تغير السعر إحدى السلعتين، كما هو مبين في الشكل الموجود أسفل الشريحة. لاحظوا هنا لما يزيد الدخل يذهب خط الدخل إلى اليمين، ولما يقل الدخل يذهب خط الدخل إلى اليسار فينتج نقاط توازن جديدة. إذا بنوصل بين نقاط التوازن الجديدة نحصل على ما يسمى بمنحنى الاستهلاك الداخلي. إذا منحنى الاستهلاك الداخلي هو ناتج عن تغير من الدخل مع ثبات أسعار السلع، بينما منحنى الاستهلاك السعر ناتج عن تغير سعر إحدى السلعتين مع ثبات الدخل. طيب خلينا نضع سؤال على هذا الموضوع، أريد الإجابة بعد ما أكتب السؤال. أذكر السؤال: المنحنى الذي يربط بين التوليفات التوازنية المختلفة من السلعتين X و Y والتي يختارها المستهلك عند تغير
سعر إحدى السلعتين مع بقاء الدخل ثابتا يسمى ألف منحنى الاستهلاك الدخلي، باء منحنى الاستهلاك السعري، جيم منحنى السواء. ما هو الصح عندما يتغير السعر؟ باء منحنى، أحسنت، منحنى الاستهلاك السعري. طيب نأخذ سؤال آخر. المنحنى الذي يربط بين التوليفات التوازنية المختلفة من السلعتين X و Y والتي يختارها المستهلك عند تغير الدخل، عند تغير الدخل مع ثبات أسعار السلع، يسمى ألف منحنى الاستهلاك الدخلي، باء منحنى الاستهلاك السعري، جيم منحنى السواء، دال منحنى إمكانيات الإنتاج. مين الصح؟ الصح منحنى الاستهلاك الدخلي ألف. يعني عندما يتغير الدخل يسمى منحنى الاستهلاك الدخلي، وعندما يتغير السعر إحدى السلعتين يسمى منحنى الاستهلاك السعري. ننتقل الآن إلى منحنى طلب السوق أو منحنى الطلب الإجمالي على السلعة. ما دام الأفراد المجتمع يختلفون في أذواقهم، وأيضا أفراد المجتمع يختلفون في دخولهم رواتبهم، فلا بد أن تختلف الكميات المطلوبة عند كل سعر. يعني ما دام أفراد المجتمع يختلفون في أذواقهم وأيضا يختلفون في دخولهم، معناه هذا أن الكميات المطلوبة تختلف من شخص لآخر عند كل سعر. وبمعنى آخر أن لكل مستهلك جدول طلب، سيكون لكل مستهلك جدول طلب ومنحنى طلب خاص به يعبر عن تفضيلاته، يعني يعبر عن ذوقه أو تفضيلاته، وأيضا يعبر عن الدخل المتوفر لديه. إذا بنجمع تجميع أفقي منحنيات طلب الأفراد نحصل على منحنى طلب السوق. إذا ما هو تعريف منحنى طلب السوق؟ هو عبارة عن تجميع أفقي لمنحنيات طلب الأفراد عند كل سعر. كمان مرة، ما هو تعريف منحنى طلب السوق؟ هو تجميع أفقي لمنحنيات طلب الأفراد عند كل سعر. خلينا نوضحها بالرسم الموجود في أسفل الشريحة. نفترض عندنا ثلاث مستهلكين، سعيد وهند وجاسم. نفترض أن المستهلك سعيد D1 هو منحنى طلب المستهلك سعيد، D1 هو منحنى طلب المستهلك سعيد، و D2 هو منحنى طلب المستهلك هند، و D3 هو منحنى طلب المستهلك جاسم. نبدأ بمنحنى طلب سعيد. عند السعر 300 كم يشتري سعيد؟ ركزوا معي الآن، عند السعر 300 كم يشتري سعيد؟ 4. وكم تشتري هند؟ 6. وكم يشتري جاسم عند السعر 300؟ 8. إذا نجمع الكميات التي يشتريها سعيد وهند وجاسم عند السعر 300. كمان مرة، عند السعر 300، عند السعر 300 كم يشتري سعيد؟ 4. وكم تشتري هند؟ 6. وكم يشتري جاسم؟ 8. إذا نجمع الكميات التي يشتريها سعيد وهند وجاسم عند السعر 300، 4 + 6 + 8 بطلع عندنا 18. إذا عند السعر 300 هند وسعيد وجاسم يشتروا كم؟ 18. طب ننتقل الآن عند السعر 400. ركزوا معي، عند السعر 400 كم يشتري سعيد عند السعر 400؟ 3. كم يشتري سعيد عند السعر 400؟ 3. وكم تشتري هند عند السعر 400؟ 5. وكم يشتري جاسم عند السعر 400؟ 6. إذا نجمع الكميات 3 و5 و6 بطلع 14. إذا عند السعر 300 مجموع ما يشتري سعيد وهند وجاسم 18، وعند السعر 400
مجموع ما يشتري سعيد وهند وجاسم 14، نوصل ما بين النقطتين فنحصل على منحنى الطلب السوق. لا مو 22، عند السعر 400 كمان مرة، عند السعر 400 نجمع 3 زائد 5 زائد 6 بطلع كم؟ 3 زائد 5 8 زائد 6 بطلع 14. طيب عند السعر 300 نجمع 4 زائد 6 زائد 8 بطلع 18. نوصل ما بين النقطتين فنحصل على منحنى طلب السوق، يعني منحنى الطلب السوق نجمع هو تجميع أفقي لمنحنى طلب سعيد زائد منحنى طلب هند زائد منحنى طلب جاسم، نجمع أفقي. إذا منحنى طلب السوق دي هو دي 1 اللي هو منحنى طلب سعيد زائد دي 2 منحنى طلب هند زائد دي 3 منحنى طلب جاسم، إذا هو تجميع أفقي لمنحنيات طلب الأفراد عند كل سعر. ننتقل الآن إلى سلوك المنتج. ما هو تعريف سلوك المنتج أو نظرية، ما هو تعريف الإنتاج؟ الآن ننتقل إلى موضوع جديد وهو سلوك المنتج أو ما يسمى بنظرية الإنتاج. ما هو تعريف الإنتاج؟ هو عملية تحويل مختلف عناصر الإنتاج اللي هي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم إلى سلع وخدمات يكون المستهلك مستعدا لدفع ثمن لها. أيضا الإنتاج له اسم آخر مخرجات. إذا ما هو تعريف الإنتاج؟ هو عملية تحويل مختلف عناصر الإنتاج اللي هي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم إلى سلع وخدمات يكون المستهلك مستعدا لدفع ثمن لها، ويسمى الإنتاج أيضا مخرجات. طب ما هي عناصر الإنتاج؟ قلنا عناصر الإنتاج هي 4 الأساسية، عناصر الإنتاج الأساسية وتسمى أيضا مدخلات الإنتاج أو الموارد الاقتصادية، هي 4 عناصر أساسية اللي هي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم. طب ما هو المقصود بعناصر الإنتاج أو مدخلات الإنتاج أو الموارد الاقتصادية؟ يعني هي نفس الشيء، إما بنقول عناصر إنتاج أو تسمى مدخلات إنتاج أو تسمى أيضا موارد اقتصادية. ما هو المقصود بها؟ المقصود بها مجموعة من العوامل التي تتضافر فيما بينها للإسهام في إنتاج السلع والخدمات الاقتصادية، وتسمى أيضا زي ما قلنا الموارد الاقتصادية، والتي تجعل من إنتاج السلعة والخدمة أمرا ممكنا وبدونها يستحيل القيام بالإنتاج. يعني بدون الأرض وبدون العمال وبدون رأس المال والتنظيم يستحيل الإنتاج، فحتى نقوم بالإنتاج لابد من توفر أرض ورأس مال وعمال وتنظيم. إذا لا يمكن القيام بعملية الإنتاج إلا بتوفر ووجود عناصر الإنتاج اللي هي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم. ما هو تعريف الأرض؟ الأرض أيضا تسمى الموارد الطبيعية natural resources. ما هو تعريف الموارد الطبيعية؟ تشمل كل ما هو موجود على سطح الأرض، يعني فوق الأرض أو في باطنها تحت الأرض، والذي يمكن استخدامه في الإنتاج. إذا ما هو تعريف الموارد الطبيعية؟ كل ما هو موجود على سطح الأرض يعني فوق الأرض أو في باطن الأرض يعني تحت الأرض والذي يمكن استخدامه في الإنتاج. فعلى سبيل المثال الموية موجودة في باطن الأرض فهي مورد طبيعي، البترول موجود في باطن الأرض فهو مورد طبيعي، الأشجار والحيوانات موجودة على سطح الأرض فوق الأرض فهي مورد طبيعي. ننتقل الآن إلى العمل labor. ما هو تعريف العمل؟ هو ذلك المجهود البدني أو الذهني، قد يكون المجهود بدني أو ذهني عقلي. إذا هو ذلك المجهود البدني أو الذهني الذي يقوم به الإنسان بغرض إنتاج السلع والخدمات، ويعتبر العمل عنصرا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه. يعني العمال لا يمكن الاستغناء عنهم مهما تطور
التكنولوجيا، لأنه حتى لو استخدمنا الآلات والمعدات مكان العمال لا يمكن الاستغناء عن العمال، لأن الآلات والمعدات تحتاج إلى من يشغلها وتحتاج من إلى من يعمل لها صيانة وإصلاح. إذا لو حلت الآلات والمعدات محل العمال لا يمكن الاستغناء عن العمال، لأن الآلات والمعدات تحتاج إلى من يشغلها ويقوم بإصلاح وصيانة لها. إذا لا يمكن الاستغناء عن العمل حتى لو تم إحلال الآلات والمعدات محل العمال. يعني مهما تطور عنصر رأس المال لا يمكن الاستغناء عن العمال، لأن الآلات والمعدات يحتاج إلى من يشغلها ويقوم بإصلاح وصيانة لها. ننتقل إلى العنصر الثالث وهو رأس المال. رأس المال يعني الموارد التي أنتجها الإنسان لغرض مساعدته في الإنتاج. إذا رأس المال هو عبارة عن موارد أنتجها الإنسان، لماذا أنتجها؟ لغرض مساعدته في الإنتاج. وخير مثال على رأس المال الآلات والمعدات. إذا ما هو المثال أو خير مثال على رأس المال؟ الآلات والمعدات. ننتقل إلى العنصر الرابع وهو التنظيم أو المنظم. التنظيم أو المنظم هو شخص أو مجموعة من الأشخاص، يعني بالتالي هو عنصر بشري يقوم باختيار الوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف المنشأة، فيتولى عملية الخلط والمزج بين عناصر الإنتاج ويتحمل المخاطر المترتبة على اتخاذ القرارات التي تخص المنشأة. إذا المنظم هو شخص أو مجموعة من الأشخاص الذي يقوم باتخاذ كافة الوسائل الكفيلة بتحقيق أهداف المنشأة، فهو الذي يتولى عملية الخلط والمزج بين عناصر الإنتاج، وهو الذي يتحمل المخاطرة. لماذا هو الذي يتحمل المخاطرة؟ لأنه هو الذي يقوم باتخاذ القرارات، وبالتالي إذا كانت قراراته صحيحة فهو يتحمل نتيجة قراراته، وإذا كانت قراراته خاطئة فهو يتحمل نتيجة قراراته. إذا من يتحمل المخاطرة؟ المنظم. لماذا؟ لأنه هو الذي يتخذ القرارات، ومن يتخذ القرارات فهو يتحمل المخاطرة. يعني إذا نجح المشروع يعزى نجاح المشروع إلى المنظم، لأنه هو الذي يتخذ القرارات، وإذا فشل المشروع أو خسر يعزى خسارة المشروع إلى المنظم. نكتفي بهذا القدر، نتيح المجال الآن للأسئلة إن كان هناك أسئلة. هل هناك أسئلة؟ المجال المفتوح الآن للأسئلة. إن شاء الله الأسبوع القادم رح ننزل تكليفات ذاتية في منتدى المقرر، رح في البداية أنزلها غير محلولة، ثم في اللقاء 11 و12 رح نحلها إن شاء الله مع سوا. الأسبوع القادم إن شاء الله رح أنزل في منتدى المقرر تكليفات ذاتية تشمل كافة القوانين الموجودة في المقرر. زي ما ذكرت رح في البداية أنزلها غير محلولة، وثم نحلها مع سوا في اللقاء 11 و12. هل هناك أسئلة؟ إذا نكتفي بهذا القدر، نلتقي يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.